صباح الخير والأمل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم نهاية الأسبوع. النهاردة الجمعة 7 سبتمبر 2018 9 صباحا بتوقيت القاهرة. دايما بنسعد بصحبتكم كل خميس وجمعة مشاهدي نهاية الأسبوع لمناقشة كل ما يهم الشارع والأسرة المصرية وأيضا كل أخبار مصر والعالم. النهاردة وزي كل جمعة وزي ما احنا متعودين هيكون معانا قراءة وتحليل متأني في أهم وأبرز أحداث الأسبوع. والنهاردة معانا لتحليل الأحداث الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أما فقرتنا الثانية فالحقيقة هيكون لنا لقاء مهم جدا حول دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري ويعني وضع الحلول للمواجهات من خلال بعض التقارير السنوية المعروضة على رئاسة الجمهورية والجهات المختصة. هيشرفنا للمناقشة واستعراض هذه التقارير المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية. أما فقرتنا الأخيرة وزي ما عودناكم برضو كل جمعة هنتكلم في فقرة اجتماعية أو موضوع اجتماعي. والنهاردة الحقيقة الفقرة هتكون متميزة جدا لأنها نتناولها من جوانب مختلفة. احنا يمكن اتكلمنا قبل كده عن ملف الغيرة وتأثير الغيرة على خراب البيوت وخراب المجتمع بشكل عام. امتى تكون الغيرة غير صحية وممكن تهدم المجتمع وتهدم الأسرة وازاي نقدر ان احنا نتصدى ليها؟ هل الغيرة مرض فعلا؟ هل الغيرة يعني حاجة غير مستحبة ولا حاجة بتبقى طبع ما يتغيرش؟ وهل الطباع اللي زي كده ممكن تتغير مع الوقت ولا لا؟ والحقيقة المتميز في هذه الفقرة ان احنا هنتكلم فيها من الجانب الديني والجانب النفسي. فهيشرفنا في هذه الفقرة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر. وأيضا من الجانب النفسي هنتكلم ونتناقش مع ضيفنا الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس. مشاهدينا في انتظار كل مشاركاتكم واتصالاتكم على أرقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشة وكمان على الاسمسز. وتقدروا تتواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك نكتب بالعربي نهاية الأسبوع. مستنية كل رسائلكم وكل تعليقاتكم. مرة ثانية بصبح عليكم قبل ما نروح لفقرتنا الإخبارية. هنشوف مع بعض دلوقتي تقرير لطيف جدا عن شاب اسمه محمد عبد الخالق. محمد عبد الخالق شاب مصري قرر ان هو يشتغل بطريقة مختلفة، يشتغل خارج الصندوق. فهو الحقيقة عنده موهبة واستغل الموهبة دي علشان يقدر ان هو يحقق ذاته ويشتغل بيها. محمد بيصنع شنط جلد واكسسوارات جلد كلها منتجات مصرية وعمالة مصرية كمان. الناس اللي بيساعدوه كلهم مصريين. والحقيقة محمد عبد الخالق دايما بيتجول بعربيته علشان يبيع المنتجات دي ليثبت أن الصناعة المصرية قادرة على مواجهة المنتجات الأخرى. مشاهد. شاب طموح أراد صناعة مستقبله بنفسه، فاتخذ من منزله ورشة لبدء مشروعه الخاص لصناعة منتجات الجلد المصرية لينسج بين يديه منتجات عصرية تنافس المنتجات العالمية. هو محمد عبد الخالق شاب في العقد الرابع من عمره. هدفنا ان احنا نهتم نشوف ايه الصناعات المصرية وبنحاول نطورها وندعمها. احد المشروعات بتاعتنا منتجات الجلد الطبيعية، اخترناها لأنها بتتميز بعدة مميزات. أولها بنسبة 80% هي صناعة محلية الصنع 100%. اتنين ليها تقدير عالمي في كل البلاد الأوروبية وفي كل البلاد الخليج. وإن شاء الله رب العالمين نوعد حضرتك إن هي 20% اللي ناقصين عشان هو الإكسسوارز عندنا بنطلع نسجيبه من بره. إن شاء الله في خلال 6 شهور هيبقى المنتج 100% مصري. الجلد مصري، الصنعة مصرية، مواصفات وباغة يعني هو المنتج بالكامل محلي الصنع. أنا كشاب النهاردة ما أنا محتاج أشتغل ومحتاج أحقق الهدف اللي في دماغي أن أنا أكون مصنع في بلدي ومنتج، وده من حقي. فأعمل إيه؟ لجأت بعد ربنا للبنوك والمنح والقروض اللي هم بيقدموها، لقيت الأمور مش واضحة. طب أعمل إيه؟ أقف. فاستعنت بأحد الأصدقاء، استعنت بالله وبعد كده استعنت بأحد الأصدقاء وجبنا مكن
وجبنا جلد وابتدينا نكون الفريق وابتدينا نجرب واخترنا براند خاص بينا باسم بارباروسا، وقررنا ان احنا نخوض التجربة ونتعلم. طالما احنا مش هنتعلم اكيد ما فيش حد هيتعلم ببلاش، فاضطرينا ان احنا نجيب مكان وان احنا نجيب صناعية ونجيب جلد، واشتغلنا والحمد لله رب العالمين انتجنا وخطينا اول مرحلة بسلام. محمد كان يستهوي المنتجات المصرية المصنوعة من الجلد الطبيعي المصري، والتي تعد من أهم الصناعات الحرفية في مصر، حيث تزخر البيئة المصرية بهذه الصناعة، وقرر أن يساهم في عودة شعار صنع في مصر إلى الأسواق. صناعة مصرية يعني آلاف فرص بالعمل، آلاف دخول، مستقبل، اقتصاد عالي، اكتفاء ذاتي. ورغم إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات المستوردة، إلا أن جودة المنتجات المصرية العالمية جعلت منها منتجا يلقى رواجا بالرغم مما تحتاجه من بعض الدعم من الدولة كتوفير التكنولوجيا. نطلبوا ان الدولة تدعمنا ان احنا تدينا اراضي في مناطق صناعية او مصانع في مناطق صناعية، محتاجين معدات، محتاجين مكن، كل جنيه بندفعه في منتج مصري والله بيوفر الاف الفرص العمل ومستقبل واعد لينا ولاولادنا. هذه المنتجات المصرية المصنوعة من الجلد المصري بأيد مصرية خالصة يعود صاحبها بها الى عظمة وريادة شعار صنع في مصر، يفخر بهذه المنتجات كل من يقتنيها، وتساهم هذه الصناعة ايضا في تنشيط حركة دباغة الجلود التي تتميز بها مصر على مستوى العالم. سيد موسى، نهاية الأسبوع.